طبعا انا بعرف كتير منيح انه عالم الصباح هو قهوتكم المفضله الصبح، بتصور اكثر برنامج ممكن يوعيكم وتتابعوه لغايه الساعه 1 يوميا بتوقيت بيروت. تواصلوا معي عبر صفحه الفيسبوك، عبر سؤال اللي موجود، فوتوا على صفحه عالم الصباح فيسبوك، وطبعا انا وياكم على تواصل. بلا جمرك بتعرفوا كتير منيح على المساحه او هالفقره هيك اليوم سبت مثل هالوقت، هي مساحه حره لالكم لتعبروا فيها مثل ما بدكم. نحن ما قلنا دخل بأي موضوع كن تحكوا، أي موضوع بيخطر عبالكم فيكم تتراسلوا معنا عبر الإيميل، عبر تويتر، عبر الفيسبوك، وتطرحوا وتتركوا رقمكم، نحن رح نتصل فيكم وتجوا بعشر دقائق أو 12 دقيقة تعبروا عن رأيكم وعن الموضوع اللي بتحبوا أنتم تحكوا فيه. اليوم ضيفنا ببلا جمرك إلي رومانوس الخوري. طبعا مثل كل طلاب الجامعات بس يتخرجوا بكون عندهم طموحهم، بكون عندهم طبعا هدف ليوصلوا لقلو. إلي حابب يحكي بعد تخرجه شو هدفه، شو فرص يلي اجته ليحقق هدفه او للمطرح اللي بحب يوصله. إلي صباح الخير. بونجور جوزيف، كيفك؟ ماشي الحال؟ ماشي الحال. نحن رح نترك لك هالمساحه الحره بتحكي اللي انت بيخطر على بالك وشو بدك من هالدنيا وشو بدك من المجتمع وشو بدك من اللي حواليك. ايه اكيد. تفضل. أنا اسمي إلي خوري. نعم. هلا إلي خوري في كتير بلبنان منه، فتأتميز شوي سميت حالي إي كي، أخذت الإي والكي وعملت اسم إي كي. نعم. أوكي، تخرجت من الجامعة سينما تي في من 5 سنين تقريباً، قلت بدي فوت بهالدومين بطريقة ما. بلشت مثل كل هالتلاميذ بيتخرجوا، اشتغلت مونتاج، كاميرامان بكل البرامج تقريباً، بكل التلفزيونات، بس مش هيدا اللي بدي إياه أنا. اللي بدي اياه بهالدومين بدي شيء فيك شوي كرياتيفيتي وافكار جديده. بحب كثير فيديو كليبس كثير، يعني من قبل ما فوت على الجامعه انا بحب اعبر بهالطريقه بهالدومين. فقلت بدي الاقي طريقه فوت بالكليبات بطريقه ما في يكون دغري مخرج، رح لاقي غير طريقه، رح اكون ارت دايركتور. اوكي. ارت دايركتور بالمبدا هو بالعالم كله يعني هو الشخص المسؤول عن تلبيس الفيديو كليب. يعني الهويه للكليب من كل شيء، من ستيل، من ثياب، من الوان، من ديكور. بس بلبنان عندنا بلبنان غير الطريقه بتصير الفكره تبعه. بلبنان اول شيء بيفكروا الارت دايركتور انه هو يروح يجيب تياب بلاش او يروح يجيب سبونسر بلاش او بالاحرى يشحد التياب. فنحن اول تجربتنا نروح نجيب تياب او محل يعطينا تياب كسبونسر. بطل اسمه ارت دايركتور هون. ايه هي الفكره. ايه. بس مجبورين نعمل هيك. رحنا بيطلع لي مثلا مش محلات معروفه، يطلع لي مثلا بالاخير بوتيك اسمه بوتيك كوكو. بوتيك كوكو بتكون اخر الدنيا، انجا فيها يمكن 2 بنطلون او 3 كنزات وهونيك فستان. بقول لك مخرج بدنا شيء كرييتيف، بدنا شيء قوي، طيب كيف بدنا نعمل شيء قوي بهالاشياء المعنى؟ اوكي زبطنا حالنا، وصلنا على السيت. في على السيت مساعده المخرج، هذا بتكون بنت انه هي الاباداي الملك الساحه. ايه. على السيت بصير كمان غير شيء، ببطل عند اسم، ببطل اسم شيء، بصير اسمي ديكور في شيء هون وقع، بصير ديكور انا. اوكي ما عاد مش يكون ديكور، ما عاد مش افلح على السيت، بس ما عليه في احترام. نعم. يعني عادي. في تايتل. ايه. قلنا رح نروح على غير، نسال غير مخرجين كمان، بدنا نتواصل نسال. اخذت شغله، رحت حامله محمل كل شيء، كل شيء فوتوشوتس عملها، كل شيء اغراض شغل شوريل وكل شيء. نوصل بشوفهم، اوكي سافا، حب ما حب. بتطلع بالاخير معه الكونكلوزيون انه سوري بس نحن ما عم نشوفك بالسهرات. طلع انا سهرات؟ سهرات ايه يا حبيبي؟ سهرات شو؟ نعم. طلعت القصه بالاخر تفوت بالدومين بدك تكون عم تروح تسهر، تعيش، تتعرف على ناس جديده. نعم. للاسف هالشيء ما بيشوفوا شغل، ما بيشوفوا كل شيء قدامته انت. اوكي. سكتنا، رحت نجرب غير مخرج معروف، قلنا بركي بنوصل، بعثت كل شيء انا عامله بورتفوليو، اخذت ميتينج، اوكي برافو. وصلت، دغري قال لي خلص اعطيك غنيه اشتغل لي اياها على ذوقك، انبسطت اوف، اخذت غنيه، تحمست، اشتغلتها كلها دقائق زيت، كل شيء رسمته، كل شيء جديد يعني. يعني منه موجود، ست مرسوم، كل شيء كيف بده ينعمل. وصلت عم بقدم له اياه، بيقول لي سوري لا مش هيك اتفقنا، مش هيك بتقدم لي، هيك الفنانه ما بتفهم رسمات، لازم تجيب لي صور من جوجل وفيديو من يوتيوب وبنجمعهم سوا وبنعمل كليب، يعني طلع بدي انا بزق لزق، بدي تفتش قشت انت عملت شيء من الاول، يعني شيء من الاول منه موجود. نعم. شيء حلو انه معلش شوف شو بينعمل عادي. نعم. ليه بدنا ناخذ شيء معمول ما كنت عم بفهم هالشيء؟ قال اوكي خلص شكل ارت دايركتور ماني ظابطه، بدي اكون خلص مخرج، بدي اجرب اتواصل مع فنانين تنغير الطريقه. هون انت استسلمت. ايه استسلمت يعني. ما بدي، بدي شيء عن جد مثل ما بدي. قلت رح كون المخرج خلص. قلنا بنشوف هالفنانين عم يتخرجوا من برامج الهواة. نعم. على فيسبوك فيها نوصل لهم بعد ما عندهم فيك اكونتس، هيك نوصل لهم.
نحكي اكثر شيء مثلا بيردوا عليك انه انت من الفانز من فانزيت او شيء هيك. قلت لها ثانك يو دير انه اي لايك نيو تالنتس. بدي اقول لها طب ما انت نيو تالنت كمان شو، انه كانه عم تشجعني برافو حبيبي. ما لي انه ميتنج ما راح اكلك، يمكن تحبي يمكن لا، بس انه ما يصيروا هيك يتخبوا ويخافوا، جربوا ناس جديد، شوفوا شو فيه بالسوق. نعم. انا راح اروح على فنانين معروفين، تعالوا نغير. قبل ما تروح عندك ارت دايركتور كان لازم تكمل، لانه مش بس انه عملت اسم ليكون مختلف، اي كيك شعرك مختلف، لون ثيابك مختلف، طريقة تعبيرك مختلف، يعني انت يعني المظهر بيأثر بهذا الدومين حتى يعني اذا بدك تقدم على اكيد. بس انه ما عم بيشوفوا شغل، هذا اللي بيعصب، ما بتطلعوا شو عندك بوتنشل. نعم. فجربنا نلاقي مكتب فنانه معروفه، اتصلنا فيه، سالتهم اول سؤال سالته انه هل مستحيل انه شوفها بس تعرف تما تعذب؟ اي لا اكيد فينا نعمل ميتنج، بس هلا مسافره بعد جمعتين. قلت له شو السبب يعني؟ قلت له انا مخرج وعندي انه ستوري بورد لهالكليب وبدي اقدمه، هذا شغل ماني فان هون. لا. بعد جمعتين بتصل، لا مسافره، لا ماني هون، كمان بعد جمعتين ما عم تجي على المكتب، سوري. بعد جمعه زيت الشيء، كانه خلص قدفونا. نعم. للاخر. مع انه ممكن يطلع شيء كثير حلو وببادجت اقل يعني، لانه انت بعدك مبلش. هي بدي اقول انا بدي اقول انه بيقولوا عم ندفع كليبات 200,000 و300,000، انا في اقول انه بورقه صغيره من مشي. نعم. فينا نعمل مثلا شيء، ها يعني تقول قد ايه فينا نعمل حيلا شيء. نعم. بيطلع فكره جديده. صحيح. ما يفكروا اذا دفعنا حطينا مصاري بيطلع هيك، في فكره في الكونسبت الاساس، ما ننغش بالمظاهر وتعودنا على خلص مخرج معين كل الوقت هو ما شوفه شو فيه. وبعدين انا ماني جاي من بلاش من مطرح عادي، انا افلامي رابحه، بنشترك فيستيفالات، يعني عندي شيء اقدمه، عندي شيء اقوله وبرسم وكل شيء، يعني كارت دايركتور كمخرج بقدر اعمل طلع شيء حلو. اوكي. فانا هيدا اللي بدي اوصل له بالاخر، باين عم بنق او شيء، بس حابب بوصل هالفكره. كنت بلش بعد ببوينت بدك تكملها عن شو، على قصه الاخراج يعني. ما قدرت كمان توصل لمطرح معي اخر شيء كنت. طيب هلا شو النكست ستيب يعني، وين رايح؟ نكست ستيب انا على طول مكمل فوتوشوت. نعم. اشي انا بفتش لي خلقي بقدر اعبر من خلاله، ومضطر اعمل مونتاج مثل واحد يكمل يعيش. والواحد ما في يشتغل وحده كمان، بده يكون في حواليه عالم مقدرين حتى يقدر يشتغل. طيب يعني القصه الشغل في تيم ورك بالاخر. طيب ما حتطحش على حدا هلا ولا لا؟ يعني رح ضل جرب انه هي شغلتي وبدي اوصل. نعم. واذا حدا سمعنا هلا ما حدا بيعرف. لا في كثير بده يسمعوك طبعا، بس ما بدك تقنع. بده هون في اهم شيء اكيد طريقه الاقناع. في شغل في طريقه. ايه اكيد. شو نع حدا هلا عبالك لمين بتحب تتوجه؟ لا اسم بدك تسمي لي حدا. فنانين؟ ما بعرف، فنان، مخرج، بروديوسر، عبالك تشتغل معه هلا عم تتوجه له، بلكي وصل صوتك. انا كثير بحب مريم فارس، لان هي من القلاب لبنان، عم بيعملوا رقص وغنى بذات الوقت، بس واحد بيقدر يعبر، اصلا هي دجاج سمعت انه عم تشجع ناس جديده. فليش لا؟ شو عندك فكره لا الا هاي؟ كثير افكار ما بدي اخذ الغنية. في شيء تقدر تقوله يعني؟ ما بينقال، ما بدك، ما بينقال، لازم هي تشوف، لازم تشوف قدام. راسم ستوري بورد كل يعني شيء فيه، كل شيء جاهز. انا برسم تياب كمان باي ذا واي، انه انا باخذ كل فكره من زاد. بس حبيت الورق اللي جايبهم معك، شو هن الورق؟ ماشي من ورقه، فيك بتكي تعمل هيك شو غيرها او هيك. هلا هيك كان في قصهم دغري ما بدهم شيء، بس انا بس توصل الفكره انه ما بدنا على طول نعمل حيلا يعني. نعم. برودكشن كبيره تنعمل شيء سلبي. واخر وحده هيدي هيك تنهي فيها، خلينا نشوفهم على الكاميرا يعني هو. لا ماشي، هيدي بس توصل الفكره، اكيد في اشي احلى على فيسبوك فيهم يشوفوا الشغل. بعثوا لك بالحياه اي كي ولا الي ولا؟ لا الي بالبيت، بس اي كي بالدومين اكثر. اي كي لان الي خوري خلص. طيب بدنا نرجع نشوف الورق لما نشوفهم على الكاميرا. اوكي. في عندنا هالورقه ماشي، هي بلياج وبعدين بتنقص وبيطلع فكره بسرعه كثير. كبيره بسرعه كثير. هي بقول انه فينا نعمل من ورقه نعمل فن، مش ضروري نروح على فيينا ونروح على تركيا. يعني انت لحد هلا عملت شيء انجاز مثلا بتعتبر انه هيدا انجاز ولا بعد ما صارت لك الفرصه؟ صار لي اعمل انجاز انه فيلم ربح شورت موفي طلع الاول. نعم. من سنتين وكنت فخور بهالجائزه. نعم. ونعرض برا وكل شيء، بس كفيديو كليب اللي انا حابب اوصله بعد ما وصلت اعمل كليب اللي بدي اياه عن جد مع الفنان المزبوط، في اشياء صغيره أطلع. انا الي بدي اتمنى لك التوفيق، بتمنى انه هالمساحه الحره اللي كانت لك ببلا جمبروك تقدر يوصل صوتك للاشخاص المعنيين، بتمنى من الفنانه مريم فارس او مدير اعمالها او مديره اعمالها يقدروا ياخذوا الي بجديه، لانه عنده فكره حلوه لك مريم، لانه نحن هدفنا نقدر نوصل هالرساله من خلال فقرتنا يوم السبت بلا جمرك. شكرا لك إلي رومانوس الخوري اي كي. لكل المشاهدين نحن مستمرين، نحن وياكم بريك قصير من بعد ورشة ملح ودومينيك مع تي في شوبينج.